هل يعود بكية لشاكيرا في الفترة المقبلة؟ السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. بس في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله. ولو مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. تصريحات والدة شاكيرا حول عودة جيرارد بيكية وشاكيرا، إلا أن عودتهم والمصالحة أمر صعب للغاية بسبب المشاكل المالية والعاطفية بينهما. في المقابل فإن رئيس برشلونة خوان لابورتا تحدث بهذا الصدد قائلا: بيكية يعاني كثيرا بعد الانفصال عن شاكيرا، وخاصة وأنه يمتلك أطفال. الكثير يتحدث عن المشاهير والمال لكنهم ينسون أنهم بشر ولديهم أحاسيس. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.